من بين أشهر الأفلام المصرية فيلم جمع بين نجيب الريحاني وليلى مراد سنة 1949. الريحاني لعب بالفيلم دور أستاذ لغة عربية كانت مهمته يعطي دروس خصوصية لليلى بنت الباشا الكسلاني. بالفيلم اللي عنوانه غزل البنات بتغني ليلى مراد للريحاني أغنية بعنوان أبجد هوز، ومطلعها أبجد هوز حطي كلمون، شكل الأستاذ بقى منسجمون، أستاذ حمام إحنا الزغليل من غير جناح بنميل ونطير، والمكر فينا طبع جميل إن قلنا لأ لأ يعني نعمون. يا ريت هيئة التنسيق النقبية بتحفظ الغنية لتعرف إنه ليلى بالفيلم هي ذات الطبقة السياسية اللبنانية، ونجيب الريحاني هو ذاته الأستاذ اللي رح يغني بالآخر حاسس بمصيبة جيالة، مصيبة ما كانتش على بالي. هذا رأيي، فكر فيها.